السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد أمام نادي ليفربول اليوم بإذن الله تعالى الثلاثاء 12/7/2022، مباراة ودية تعتبر على كأس بانكوك، لأن المباراة هتكون في تايلاند في آسيا، قارة آسيا. متابعين الكرام، المباراة بإذن الله تعالى هيكون ميعادها اليوم الثلاثاء 12/7/2022. لأول مرة تزورنا في القناة، انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، وعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، المباراة بإذن الله تعالى ميعادها الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 1 ظهرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة، متابعين الكرام بإذن الله تعالى، قناة الرابعة العراقية أعلنت إنها هتذيع المباراة. كذلك عندنا قناة الشارقة الرياضية أعلنت إنها هتذيع مباريات الفرق الأوروبية الودية، مباريات الودية للفرق الأوروبية. كذلك عندنا قنوات بين سبورت ممكن تذيع المباراة. متابعين الكرام، المعلق غير معروف، ملعب المباراة ملعب راجامانجالا، الملعب الدولي في بانكوك. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.